تصوت اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار طرحته الدول العربية يدين إسرائيل في موجة العنف التي أثرت قطاع غزة مؤخرا، يأتي هذا وسط اعتراضات الولايات المتحدة بشأن مشروع القرار الذي اعتبرته غير متوازن، يدعو النص إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين مدينا الاستخدام المسرف والعشوائي للقوة من قبل قوات الاحتلال. وطرحت الدول العربية النص على الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقد الفيتو ضده في مجلس الأمن.